حفار الشانتوي SE-220 المجهزة بكابينة عملية وبكل ما يحتاج العامل لإتمام عمله، مع مضخة كاواساكي الهيدروليكية اليابانية ذات الإمكانيات العالية والاعتماد على محرك كامنز 6BT الرائد. كابينة مدعمة بنظام حماية قوي ضد تساقط الصخور. حفار الشانتوي SE-220 جرد صخري متين بسعة 1 متر مكعب بمواصفات قوية لأعمال التعديل. نظام هيدروليك مزدوج بضغط يصل إلى 350 بار لتشغيل الجاك هامر. تتوفر لدينا جميع قطع الغيار من أكبر رواد ومصنعي المعدات الثقيلة